أسعد الله تبارك وتعالى مساءكم وحياكم وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. إن الحديث معكم لا شك أنه يثلج صدري ويسعدني، وكم أحب أن أجلس معكم إخواني وأخواتي وأتحاور وأدلي بدلوي وأسمع منكم، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول وما نسمع. وأسأل الله تبارك وتعالى على افتراق هذه المجالس وابتعادنا كأبدان أن يذكرنا في من عنده سبحانه وتعالى، طالما أننا نذكره جل وعلا. فالقصد إخواني بارك الله فيكم إن حديثنا في هذه الليلة في هذه الغرفة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يجعل أهلها مباركين وأن يجعل من فيها الآن مباركين. أقول إن حديثنا سيكون في مسألة كثر فيها الخلاف بين الشيعة والسنة، وهي قضية المهدي. الذي أريد أن أقوله هنا هو إن كلاما قد زورته في نفسي بخصوص هذه المسألة، ثم عن لي أن أكتب هذا الكلام فكتبته وبدأت أنقح ما كتبت حتى وصلت إلى شيء يرضيني على الأقل، فأحببت أن أشرككم معي وأرى هل يرضيكم هذا الأمر، هل يرضيكم كما أرضاني أو أنه لكم اعتراضات أو وجهات نظر أو مقترحات. والتزوير في النفس هو التحضير، زورت في نفسي أي حضرت في نفسي كلاما. سيكون حديثنا على يومين وقد تطول إلى 3 أيام، ولكن الذي أظن أننا إن تكلمنا خلال يومين عن هذا الموضوع وهو موضوع المهدي المنتظر لعله يكفي. فإذا احتجنا إلى أن نتكلم في هذا الموضوع يوما ثالثا فلا مانع، ولكن أهم شيء أن ننتفع. إن من أصول فرقة الشيعة الاثني عشرية قضية الإمامة، وهي الاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى قد نص على 12 إماما، وهم علي ابن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، علي بن موسى، محمد بن علي، علي بن محمد، الحسن بن علي، ثم محمد بن الحسن. هؤلاء من يقال لهم بالأئمة الاثني عشر. تعد
هذه المسألة قطب الديني عند الشيعة الاثني عشرية، ولذلك قال النوبختي في كتابه فرق الشيعة: إن من فرق الشيعة من يذهب إلى أن الإمامة أجل الأمور بعد النبوة. هذا قاله في صفحة 19 في كتابه فرق الشيعة. وما علم هذا المسكين أن هذه المسألة صارت اليوم من ضروريات المذهب، أن الأئمة أفضل من النبوة، أن الإمامة أفضل من النبوة، وأن الله اختار إبراهيم إماما بعد أن اختاره نبيا. قال: وهي عند آخرين منصب إلهي، إلهي كالنبوة. وهذا قال به كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها، أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة. أما هادي الطهراني فقال: الإمامة أجل من النبوة، فإنها مرتبة ثالثة شرف الله تعالى بها إبراهيم بعد النبوة والخلة. أرأيتم هذا التدرج؟ قريب من النبوة، إلهي كالنبوة، أجل من النبوة. كيف يبدأ الغلو؟ هذا طريق الغلو، هذا طريق الهلاك. وهذا قاله هادي الطهران في ودايع النبوة صفحة 14 و100. وقال كاظم الحائري المرجع الشيعي المعروف: إن الذي يبدو من الروايات أن مقام الإمامة فوقه المقامات الأخرى ما عدا مقام الربوبية التي لا يمكن، التي يمكن يصل إليها الإنسان، المقامات غير مقام الربوبية. وقال أيضا هذا الخاسر: وكذا قوله عليه السلام: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا قبل أن يتخذه إماما، يدل في ظاهره على تفوق مقام الإمامة على مقام العبودية والنبوة والرسالة والخلة. طيب، حسم هذا كله ثم قال: فمقام الإمامة إذن فوق مقام النبوة. وهذا في الإمامة وقيادة المجتمع صفحة 26. محمد باقر الحكيم يقول: إن الإمامة هي مرتبة عالية أعلى من درجة النبوة، وعندما تكون الإمامة أعلى درجة من النبوة فلا بد أن تجتمع فيها أبعاد النبوة ومسؤولياتها بأعلى درجاتها، بل يمكن أن نقول إن الإمامة تمثل تطورا وسموا في حركة النبوة. ثم قال: وورود التصريح به في روايات أهل البيت عليهم السلام من أن الإمامة أعلى درجة من النبوة. وهذا في كتاب الإمامة وأهل البيت النظرية والاستدلال. قطعا سيقولون مثل هذا الكلام: جاءت الرواية عند الكليني في كافيه عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية. وهذا في الكافي في الجزء الثاني صفحة 18 كتاب الإيمان والكفر. وروى أيضا الكليني عن الصادق عليه السلام أنه قال: أثافي الإسلام ثلاث. والأثافي هي الأحجار التي يقف عليها القدر، يسند عليها القدر، تسمى الأثافي، يعني التي إذا زالت إحداها سقط القدر. يقول: أثافي الإسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منها إلا بصاحبتيها. وهذا في أيضا الكافي الجزء الثاني صفحة 18 في نفس المكان السابق. إذن الإمامة بارك الله فيكم
في مرتبة الصلاة والزكاة والصوم والحج، بل أعلى من هذه كلها. فإذا تدبر الشيعي العاقل في هذه المسألة ووجد أن الإمامة جاءت فيها هذه النصوص في مروياتهم وأنها أعلى من أركان الإسلام، يصدم، نعم يصدم، عندما لا يجد في القرآن ذكرا لهذه الإمامة. يجد الصلاة والزكاة والصوم والحج صريحا واضحا في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي المقابل لا يجد ذكرا صريحا للإمامة بمفهوم الشيعة الذي يبلغونه إياه. فإذا أراد الشيعي مثلا أن يستدل على الإمامة من كتاب الله تبارك وتعالى فيجد نفسه مضطرا، نعم مضطرا، إلى أن يأخذ الآية مع التفسير، يأخذ الآية مع الرواية. إذا الأصل الرواية وليست الآية، فالآيات لا تدل على هذه الفكرة أبدا. على كل، هذه مقدمة في الإمامة. نأتي إلى قضية الإمام الثاني عشر وهو موضوعنا، المهدي. نحن نسميه المهدي، الشيعة يسمونه المهدي المنتظر، بغض النظر. تعالوا نتعرف على هذه الشخصية التي يذكرها الشيعة في كتبهم. بدأت القصة بدعوى وجود ولد للحسن العسكري. ما الذي حصل؟ الذي حصل بارك الله فيكم أن الشيعة كانوا يزعمون أمام الناس أنهم أتبعوا علي، فلما مات علي زعموا أنهم أتبعوا الحسن، فلما مات الحسن زعموا أنهم أتبعوا الحسين، وهكذا كلما مات أحد هؤلاء زعموا أنهم أتبع الآخر، مع أن هؤلاء لما يكذبونهم ويتبرؤون منهم. فوجدوا مخرجا وهو موضوع التقية، فإذا تبرأ منهم علي أو تبرأ الحسين أو تبرأ علي بن حسين أو الباقر أو الصادق أو غيرهم، قالوا إنما قال هذا على سبيل التقية. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء جميعا براء من الشيعة الاثني عشرية. الذي حصل بارك الله فيكم ولكم ونفعكم ونفع بكم أنه كان الشيعة يزعمون أنهم مع علي ثم مع الحسن ثم مع الحسين ثم علي بن الحسين، فالباقر فالصادق فالكاظم فالرضا فالجواد فالهادي فالحسن العسكري، وكان ستستمر إلى أبد الآبدين إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ولكنهم صدموا أن الحسن العسكري مات وليس له ولد. نعم مات وليس له ولد، فقالوا ماذا نصنع الآن؟ ولذلك افترقوا بعد موت الحسن العسكري إلى 20 فرقة كما ذكر ذلك المجلسي في بحار الأنوار، وذكر غيره كالنوبختي في فرق الشيعة أنهم انقسموا إلى 14 فرقة. إذن القصة بدأت بدعوى وجود ولد للحسن العسكري، ما لبث أن اختفى. طيب له ولد واختفى ونحن أتباع هذا الولد، طيب هل سيظهر؟ لن يظهر لأنه ما ولد أصلا. ثم قالوا هذا الولد إمام كأبيه. طيب ماشي، أين هذا؟ ثم قالوا هذا الإمام هو المهدي المنتظر، هذا الإمام هو المهدي المنتظر عندنا. طيب ما ظهر؟ أين هو؟ ثم جاءت
القضية الرابعة وهي وجود نواب عن هذا المهدي. أقولها صراحة وقد قالها قبلي أحمد، الدكتور أحمد الكاتب، إن غيبة محمد بن الحسن العسكري عن الأنظار كما يدعي أنه ولد، يقول إن غيبته عن الأنظار وعدم خروجه وقيادته للأمة سياسيا ودينيا يشكل تحديا كبيرا للقائلين بوجوده، ويمثل تناقضا صارخا مع القول بضرورة وجوده وحاجة الأمة له. فكيف يمكننا أن نقول إن وجوده ضرورة لا بد منها، ثم نقول في الوقت نفسه إنه غائب ولا بد أن يغيب؟ حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. لا شك إذا صدق مثل هذا الكلام فلا عقل له. لذا فإنني في طرحي لهذا الموضوع قد أوقظ الكثيرين من الاستغراق في النوم والاستمتاع بالأحلام الجميلة الممتعة، ولكن وأقولها صادقا، ولكن أوقظهم من النوم إلى واقع صحيح يعرفون أين يضعون أقدامهم بعده. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. ربنا عقيدة الشيعة الاثني عشرية في المهدي. قال محمد رضا المظفر: نحن مع إيماننا بصحة الدين الإسلامي وأنه خاتم الأديان الإلهية، ولا نترقب دينا آخر لإصلاح البشر، ومع ما نشاهده من انتشار الظلم واستشراء الفساد في العالم على وجه لا تجد للعدل والصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة، ومع ما نرى من انكفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك الإسلامية وعدم التزامهم بواحد من الألف من أحكام الإسلام، نحن مع كل ذلك لا بد أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي إلى قوته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم والفساد. ثم قال: ولا يمكن أن يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين ويبطل ما ألصق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف إلهي، ليجعل منه شخصا هاديا مهديا له هذه المنزلة العظمى والرياسة العامة والقدرة الخارقة، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا قاله في عقائد الإمامية صفحة 77. ثم قال بعد ذلك: والإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف ولد سنة 56 و200 هجرية ولا يزال حيا، وهو ابن الحسن العسكري واسمه محمد، ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول في عصر من العصور، وإن كان الإمام مخفيا ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى
الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا هو تعالى. جواد الشهرودي يقول: لا يخفى علينا أنه عليه السلام وإن كان مخفيا على الأنام ومحجوبا عنهم ولا يصل إليه أحد ولا يعرف مكانه أو ولا يعرف مكانه إلا أن ذلك لا ينافي ظهوره عند المضطر المستغيث به الملتجي إليه. دعوة إلى الالتجاء بغير الله تبارك وتعالى، يلتجئون إلى غير الله والعياذ بالله. انظروا، بارك الله فيكم ولكم ونفعكم ونفع بكم، انظروا أين يؤخذ بكم إلى الشرك، إلى الكفر، إلى الردة عن دين الله تبارك وتعالى. يقول: إلا إن ذلك لا ينافي ظهوره عند المضطر المستغيث به الملتجي إليه الذي انقطعت عنه الأسباب وأغلقت دونه الأبواب، فإن إغاثة الملهوف وإجابة المضطر في تلك الأحوال وإصدار الكرامات الباهرة والمعجزات الظاهرة هي من مناصبه الخاصة. فعند الشدة وانقطاع الأسباب من المخلوقين وعدم إمكان الصبر على البلايا دنيوية كانت أو أخروية أو الخلاص من شر أعداء الإنس والجن يستغيثون به ويلتجئون إليه. هذا في الإمام المهدي وظهوره صفحة 25 و300. أيقول هذا مسلم؟ بل أيقول هذا عاقل؟ كيف يلتجئون إليه ويفرج كربهم وهو خائف لا يستطيع أن يخرج؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، ألسنا نقول هذا؟ أليس العقلاء جميعا يقولون مثل هذا الكلام؟ وكل إناء بالذي فيه ينضح. يستغيثون به، والله تبارك وتعالى يقول عن الكفار: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، الكفار يستغيثون بالله إذا اضطروا إلى ذلك. وأنتم أيها الشيعة يدعونكم إلى أن تستغيثوا بغير الله في الشدة. بالله عليكم، أين يذهب بكم؟ أين عقولكم؟ أين توحيدكم؟ ما والله هذا بطريق للجنة، لا والله، إنه طريق خطر، إنه طريق زلق، إنه طريق إلى الهاوية، أعاذنا الله وإياكم منها. قال الوحيد الخراساني آية الشيعة المعروف: إن إمام العصر أي المهدي صار عبدا. استمعوا إلى أمثال هذه الكلمات التي لا تقرؤونها في كتبكم. إن إمام العصر أي المهدي صار عبدا، وعندما صار عبدا صار ربا، فالعبودية جوهرة، كنهها الربوبية، فمن ملك هذه الجوهرة تحققت ربوبيته بالله تعالى لا بالاستقلال بالنسبة إلى الأشياء الأخرى. مقتطفات ولائية صفحة 41 أو 41. وقال أيضا: إن إمام العصر هو صاحب مقام الإمامة المطلقة، أي العلم المطلق والقدرة المطلقة والإرادة المطلقة والكلمة التامة والرحمة الواسعة. هذا لمن؟ لله؟ لا، ليس لله، هذا للمهدي. العلم المطلق، القدرة المطلقة، الإرادة المطلقة، الكلمة التامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا، دعوا القرآن، خذوا بأقوال هؤلاء. إن الكلمات خطيرة جدا ومهلكة لأصحابها. ويقول كذلك: إن اللجوء إليه والطلب منه والاستغاثة من الضروريات والمسلمات. الله المستعان، والله إن الواحد ما يدري ماذا يقول. استمعوا إلى أمثال الكلمات، يقرأها، أقرأها لكم الآن وفي قلبي حسرة. كنا نضحك ونعجب من أناس يعبدون البقر، يعبدون الفئران،
يعبدون الشجر، يعبدون الأصنام، أين عقولهم؟ أين يذهب بهم؟ فما بالنا نرى أمثال هذه الأمور. هذا الوحيد الخراساني يقول: إن الاستغاثة بالمهدي من الضروريات والمسلمات، إن كل من تنقطع به السبل ويتيه في صحراء قاحلة لا يهتدي فيها إلى طريق، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما شيعيا أو سنيا، لا فرق بتاتا، إذا ما ندب في ذلك الحين وقال: يا أبا صالح المهدي أدركني. تسمعون ما أقول؟ يا أبا صالح المهدي أدركني، ليس يا الله، يا أبا صالح المهدي أدركني، فإن النتيجة يقول قطعية الحصول. والسر في ذلك أن الدعاء في تلك الحالة متوجه للإمام حقيقة، لأنه نابع عن اضطرار واقعي يخرق الحجب، وفي غير تلك الحالة فإن الندبة غير متوجهة إليه. يقول: والأمر سيان بين الله وبين سبيل الله. الله أكبر، أمر سيان، دعاء الله ودعاء غيره سيان. كما قال القائل: إذا قلت يا الله يستجيب، وإذا قلت يا علي ما يستجيب، هما شيء واحد والعياذ بالله. إي والله الذي لا إله إلا هو، إنه الشرك، إنه الكفر، إنه الضلال. يقول: والأمر سيان بين الله وبين سبيل الله، والحكم في الحالين واحد، فكما أن التوجه بالدعاء إلى من منه الوجود يجب أن يتحقق حتى تتحقق الإجابة، كذلك الأمر بالنسبة إلى من به الوجود، فهو السبيل الأعظم والصراط الأقوم، فإن التوجه إليه بالدعاء يجب أن يتحقق فتتحقق الاستجابة. المصدر الذي ذكرناه قبل قليل، صفحة 50. إخواني أخواتي، ربنا جل في علاه يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ويقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذا كلام ربنا، هذا كتاب الله العزيز، هكذا يقول. ويقول الوحيد الخرساني: وإذا اضطر توجه إلى السبيل الأعظم، أي من به الوجود المهدي، للنجاة من صحراء تاه فيها وبلوغ المعمورة، فإنه عليه السلام سيرشده إلى الطريق ويدله على ما يجب أن يفعله حتى ينجو. لقد اضطرته تلك الحالة فلجأ إليه وتوسل به، فينظر عليه السلام إليه نظرة يكون فيها دواؤه وشفاؤه. الله المستعان. أما الخميني فماذا يقول؟ يقول الخميني، وأرجو أن يتدبر هذا الكلام، يقول: فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل، وكان هدفه هو تطبيقه في العالم، لكنه لم ينجح. وحتى خاتم الأنبياء، تعلمون خاتم الأنبياء؟
إنه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وحتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله الذي كان قد جاء لإصلاح البشر وتهذيبهم وتطبيق العدالة فإنه هو أيضا لم يوفق. هل تقبلون هذا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بين هذا وبين ما يقوله أهل الدنمارك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول حتى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يوفق في دعوته. من الذي سيوفق؟ قال وإن من سينجح بكل معنى الكلمة ويطبق العدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. وهذا في مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني الجزء الثاني صفحة 42. ثم صار هو نائبا عن المهدي وهو الذي طبق العدل وهو الذي أقام الشريعة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إخواني أخواتي أين يذهب بكم؟ أين عقولكم؟ أين دينكم؟ أين إيمانكم؟ أين غيرتكم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولنا أن نسأل سؤالا، ما سبب عدم نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ هل كان بسبب عدم اكتمال الشرع فيكون كذبا والعياذ بالله قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ أو عدم أهلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو أن الله خذله؟ بالله عليكم برروا، لما لم ينجح النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق من هذا الخميني وغيره ممن جاءوا لضرب هذا الدين، يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أصدق قيلا وأحسن حديثا سبحانه وتعالى. الله المستعان. ترى ماذا تعرفون عن هذا المهدي؟ سأذكر لكم أسماءه ولا تستغربوها. المهدي محمد، القائم، الغائب، الصاحب، الحجة، الخائف، نعم الخائف، الخلف، أبو صالح، الناحية المقدسة، الشريد، صاحب الكرة البيضاء، الغوث. أكمل؟ سأكمل الأسماء. خسرو مجوس، من أسماء المهدي خسرو مجوس. هذا ليس بدين، يريدون كسرى، يريدون فارس، يريدون الزرادشتية.
خسر مجوس أي ملك المجوس، وما دخل المجوس في المهدي؟ خسر مجوس. أقيذمو إيزد شناس إيستادة بربويز بند يزادن خجستة فيروز خدا شناس ساروش زد زند فريس شماطيل فرخندة كوكمة. ما هذه الأسماء؟ هذا ابن الرسول؟ هذا جده محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا قرشي؟ هذه أسماء قرشية؟ سبحان الذي لا إله إلا هو. وهذه ذكرها صاحب النجم الثاقب النوري الطبرسي في كتابه النجم الثاقب في أخبار الأئمة الإمام الحجة الغائب. أتدرون كم اسم للمهدي؟ 82 و100 182 اسم للمهدي. اختلف الشيعة الاثنى عشرية في المهدي اختلافا عظيما. أول اختلف في تسميته، فعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا كافر، يعني الذي يسميه باسمه يكون كافرا. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 33 و300. أما الباقر عليه السلام فيقول سأل عمر عليا أمير المؤمنين عن المهدي فقال يا ابن أبي طالب أخبرني عن المهدي ما اسمه؟ قال أما اسمه فلا، إن حبيبي وخليلي عهد إلي ألا أحدث باسمه حتى يبعثه الله عز وجل، وهو مما استودع الله عز وجل رسوله علمه. قضية خطيرة. وهذا في الإمامة والتبصرة بن بابويه صفحة 17 و100، وأيضا في بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 33. عن أبي محمد الحسن العسكري أنه قال لأم المهدي ستحملين ذكرا واسمه محمد وهو القائم من بعدي. وهذا الكلام في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 55 وفي كمال الدين صفحة 8 و400. حيرتونا، هل اسمه محمد أو لا؟ هل ناديه محمد أو لا؟ ما ندري، تضاربت الروايات. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج أنا أريد أن أسأل سؤالا، فعلا ألح
على طلب الإجابة. دائما يفخر الشيعة بقضية تخص الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو أن أمهما فاطمة رضي الله عنها، وأن جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفخرون بهذا كثيرا، ونحن كذلك نفخر بهذا ونغبطهما على هذا الشرف أن جدهما رسول الله وأمهما فاطمة وأبوهما علي رضي الله عنهم وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد، فيركزوا على هذا. من هي أم المهدي؟ من أخوال المهدي؟ هل تعلمون أن أم المهدي لا تعرف؟ لا تعرف. اسم أمه سوسن، وقيل نرجس، وقيل صيقل، وقيل مليكة، وقيل خمط، وقيل حكيمة، وقيل ريحانة. طبعا إماء جواري، كل هؤلاء جواري، أخواله جواري، أخواله عبيد، وهم دائما يقول الأخوال والأخوال والأخوال. يأتي واحد يقول أنا ميرزا، خوالي من أهل البيت، بينما من يزعمون أنهم أخوال المهدي عبيد جواري، ومع هذا الجارية غير معروفة. أعيد: سوسن، نرجس، صيقل، مليكة، خمط، حكيمة، ريحانة. وقيل هي أمة سوداء، وقيل هي امرأة حرة اسمها مريم. ما هذا؟ هل يعقل هذا الخلاف في اسم أم المهدي؟ كيف يكون هذا الإنسان موجودا وكل هذا الخلاف في معرفة أمه؟ كيف يكون هذا الكلام؟ هذا الكلام غير مقبول أبدا. أراحنا وأجاب عن هذا السؤال النور الطبرسي جواب يضحك الثكلة الحزينة، يضحكها هذا الجواب. ماذا قال؟ قال النور الطبرسي لحل هذه المشكلة: أمه مليكة معروفة، أم المهدي مليكة، أمه مليكة التي يقال لها في بعض الأحيان سوسن، وفي بعضها ريحانة، وكان صيقل ونرجس أيضا من أسمائها. طبعا نسي خمط وحكيمة ومريم، ونسي أنها أحيانا تكون حرة وأحيانا تكون أمة، ونسي أحيانا بيضاء وأحيانا سوداء، ونسي كما سيأتي أنها حملته مرتين، مرة في بطنها ومرة في جنبها، ولدته مرتين، مرة من فرجها ومرة من فخذها، وأنه ولد ست مرات. خرافة، نعم خرافة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، كل هذا الاختلاف في معرفة أمه. أريحكم قليلا وأذكر لكم قصة طويلة شوي، كتبتها في ثلاث صفحات، أعتذر ابتداء من الإطالة في ذكرها، لكن لابد من أن نريحكم قليلا. هذه قصة زواج
الحسن العسكري بأم المهدي. عن بشر ابن سليمان النخاس من ولد أبي أيوب الأنصاري وأحد موالي أبي الحسن وأبي محمد العسكريين وجارهما بسر من رآه، يعني سامراء. قال: كان مولاي أبو الحسن الهادي عليه السلام فقهني في علم الرقيق، يعرف يشتري عبيد، فكنت لا أبتاع ولا أبيع إلا بإذنه، فاجتنبت بذلك موارد الشبهات حتى كملت معرفتي فيه وأحسنت الفرق فيها بين الحلال والحرام. فأتاني ليلة كافور الخادم فقال: مولانا أبو الحسن علي بن محمد العسكري يدعوك، يقول: فأتيته فقال: يا بشر، إنك من ولد الأنصار، وهذه الموالاة لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلف، وأنتم ثقاتنا أهل البيت. هذه غريبة جدا، يعني مع أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعد يقوم منا أمير ومنكم أمير، وأرادوا أن يبايعوا سعد بن عباد، حين صاروا ثقات عندهم. قال: وإني مشرفك بفضيلة تسبق بها الشيعة في الموالاة بسر أطلعك عليه وأنفذك في ابتياع أمة. فكتب كتابا لطيفا بخط الرومي جيد، يعني الآن الهادي يعرف رومي ولغة الرومية، وطبع عليه بخاتمه وأعطاني 220 دينارا، فقال: خذها وتوجه بها إلى بغداد واحضر معبر الفرات ضحوة يوم كذا، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا فستحدق بهن طوائف المبتاعين من وكلاء قواد بن العباس وشرذمة من فتيان العرب، فأشرف من البعد على عمر بن يزيد النخاس عامة نهارك، يعني تابع هذا البائع، إلى أن تبرز جارية صفتها كذا وكذا لابسة حريرتين صفيقتين تمتنع من العرض ولمس المعترض، يعني إذا جاء يشتري يشوفها ويسومها، وتسمع صرخة الرومية من وراء ستر الرقيق، فاعلم أنها تقول: واهتك ستراه. فيقول بعض المبتاعين علي بثلاثمائة دينار، فقد زادني العفاف فيها رغبة. فتقول له بالعربية، تكلم عربي هذه: لو برزت في زي سليمان بن داود وعلى شبه ملكه ما بدت فيك رغبة، ما أبيك، فأشفق على مالك. فيقول له النخاس البائع: فما الحيلة ولا بد من بيعك؟ فتقول له الجارية: وما العجلة؟ لا بد من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه وإلى وفائه وأمانته، أصبر علي شوي. فعند ذلك قل له، إذا سمعت كل هالمشكلة هذه تقدم أنت، قل له: إن معك كتابا ملصقا لبعض الأشراف بلغة الرومية، وصف فيه كرمه ووفاءه ونبله وسخائه، فناولها لتتأمل منه أخلاق صاحبه، فإن مالت ورضيت فأنا وكيله في ابتياعها. أعطها الكتاب. قال بشر: فامتثلت جميع ما حد لي مولاي أبو الحسن، فما نظرت في الكتاب، يعني صار كل هذا الأمر، أول ما أعطاها الكتاب بكت بكاء شديدا وقالت له، أي للنخاس: بعني من صاحب هذا الكتاب، وحلفت بالمحرجة والمغلظة أنه متى امتنع من بيعها منه قتلت نفسها، فما زلت أشاحه في ثمنها حتى استقر الأمر على المبلغ الذي أعطاني سيدي، يعني 220 دينار. قال: فاستوفاه واستلمت الجارية ضاحكة مستبشرة، وانصرفت بها إلى حجرتي ببغداد، فما أخذها القرار، يعني استقرت جلست حتى أخرجت كتاب مولانا من جيبها وهي تلثمه وتطبقه على جفنها وتضعه على خدها وتمسحه على بدنها، فقلت: تلثمين كتابا لا تعرفين صاحبه؟ طبعا كل هذا يعظمون المهدي المنتظر الآن، يعني كيف وصل المهدي المنتظر. قال: قالت: أيها العاجز الضعيف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء، أعرني سمعك وفرغ لي قلبك، أنا مليكة بنت يشوع ابن قيصر ملك الروم، أمي من ولد الحواريين
تنسب إلى وصي المسيح شمعون، أنبئك بالعجب، إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه وأنا بنت 13 سنة، فجمع في قصره من نسل الحواريين من القسيسين والرهبان 300 رجل، ومن ذوي الأخطار منهم 700 رجل، ومن أمراء الأجناد وملوك العشار 4000، وأبرز في بهي ملكه عرشا مصوغا من أصناف الجواهر، ورفعوا فوق 40 مرقات، فلما صعد ابن أخيه وأحدقت الصلب وقامت الأساقف عكفا ونشرت أسفار الإنجيل، تساقطت الصلبان من الأعلى فلصقت بالأرض وتقوضت أعمدة العرش، وخر الصاعد إلى العرش مغشيا عليه، فتغيرت ألوان الأساقفة وارتعدت فرائصهم، فقال كبيرهم لجدي: أعفنا أيها الملك من ملاقات هذه النحوس الدالة على زوال هذا الدين. رسوم متحركة، رسوم متحركة تماما. قال: فتطير جدي من ذلك تطيرا شديدا وقال الأساقفة: أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الصلبان وأحضروا أخا هذا المدبر العائر المنكوس جده لأزوجه هذه الصبية، مصمم. فلما فعلوا ذلك حدث على الثاني مثل ما حدث على الأول، وتفرق الناس، وقام جدي مغتما، ورأيت في تلك الليلة كأن المسيح وشمعون وعدة من الحواريين قد اجتمعوا في قصر جدي. الآن نامت، رأت رؤية، ونصبوا فيه منبرا من نور يباري السماء علوا في الموضع الذي كان نصب جدي فيه عرشه، ودخل عليه محمد صلى الله عليه وسلم وختنه ووصيه وعدة من أنبيائه، يعني معه علي وعدة من أنبيائه، فتقدم المسيح إليه فاعتنقه وقال له محمد صلى الله عليه وسلم: يا روح الله، يعني الرسول يكلم عيسى عليه السلام، يا روح الله، إني جئت خاطبا من وصيك شمعون فتاته مليكة لابني هذا، وأومى بيده إلى أبي محمد، يعني الهادي ابن صاحب هذا الكتاب، إلى أبي محمد عفوا اللي هو الحسن العسكري، فنظر المسيح إلى شمعون وقال: أتاك الشرف، فصل رحمك برحم آل محمد. فقال: قد فعلت. فصعد محمد صلى الله عليه وسلم ذلك المنبر فخطب وزوجني من ابنه، وشهد المسيح وشهد أبناء محمد صلى الله عليه وسلم والحواريون. فلما استيقظت أشفقت أن أقص هذه الرؤيا على أبي وجدي مخافة القتل، وضرب صدري بمحبة أبي محمد عليه السلام حتى امتنعت من الطعام والشراب ومرضت مرضا شديدا، فما بقي في مدائن الروم طبيب إلا أحضره جدي. فلما برح به اليأس قال: يا قرة عيني، هل تشتهين شيئا؟ قلت: يا جدي، لو كشفت العذاب عمن في سجنك من أسار المسلمين وتصدقت عليهم، يعني تسوي حيلة، رجوت أن يهب المسيح وأمه لي العافية، ففعل ذلك فتجلدت، يعني سويت نفسي طيبة، وتناولت يسيرا من الطعام فسر بذلك وأقبل على إكرام الأسارة. فرأيت أيضا بعد 14 ليلة كأن سيدة النساء فاطمة قد زارتني، ومعها مريم بنت عمران الآن، وألف من وصائف الجنان، فتقول لي مريم: هذه سيدة النساء، يعني فاطمة، أم زوجك أبي محمد، فأتعلق بها وأبكي وأشكو إليها امتناع أبي محمد من زيارتي. فقالت: إن ابني لا يزورك. ليش؟ أنت مشركة بالله، وهذه أختي مريم تبرأ إلى الله من دينك، من دينك، فقولي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن أبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نسيت أن علي ولي الله، ما في الإمامة هنا. تقول: فلما قلت ذلك ضمتني إلى صدرها وطيبت نفسي وقالت: الآن توقع زيارة أبي محمد. فلما كان في الليلة القادمة أو القابلة رأيت أبا محمد وكأني أقول له: جفوتني يا حبيبي بعد أن أتلفت نفسي معالجة حبك. فقال: ما كان تأخري عنك إلا لشركك، وإذ قد أسلمت فإني أزورك في كل ليلة إلى أن يجمع الله شملنا في العيان. تقول: فما قطع عني زيارته بعد ذلك إلى هذه الغاية. قال بشر: فقلت لها: وكيف وقعت في الأسر؟ قصة ثانية الآن. فقالت: أخبرني أبو محمد في المنام ليلة من الليالي أن جدك سيسير جيشا إلى قتال المسلمين يوم كذا وكذا، فعليك باللحاق بهم متنكرة في زي الخدم من طريق كذا. ففعلت، فوقعت علينا طلائع المسلمين، فكان من أمري ما رأيت، يعني أسرت نفسها بنفسها، وما شعر بأني ابنة ملك الروم أحد سواك، ما حد يدري. ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في سهم الغنيمة عن اسمي فأنكرته، يعني الذي أخذها في الجيش،
وقلت نرجس، يعني الآن طلع اسم نرجس الآن. فقال اسم الجواري، قلت العجب أنك رومية ولسانك عربي. قالت بلغ من ولوع جدي وحمله إياه على تعلم الآداب أوعز إلى امرأة ترجمان له بالاختلاف إلي وتعليمي العربية. قال بشر فلما دخلت على مولاي أبي الحسن قال لها كيف أراك الله عز الإسلام وشرف محمد وأهل بيته؟ قالت كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني، ما أنت أعلم به مني. لا تنسونها، غيب، علم الغيب عندهم. قال فإني أحب أن أكرمك، فأيهما أحب إليك، 10,000 أم بشرى لك بشرف الأبد؟ يلا، بنت ملك الروم وعرش من الجواهر وكذا، يقول لها تبين 10,000؟ نطلعها من هناك يقول لها تبين 10,000؟ جماعة الخير، لا شك هذا اللي وضع هذه الرواية في هذه اللحظة كان نايم وكتبه نايم، يعني ما يشعر بالذي يكتب. شو الكلام فاضي؟ ابنة ملك الروم وآلاف الجواري وعرش من الذهب والجواهر وكذا، الآن يقول بعد ما هربت وانحاشت وكذا يقول ايش رايك اعطيك 10,000؟ لا، ودرهم بعد، مو دينار. طيب، قال ايهما احب اليك، 10,000 درهم ام بشرى لك بشرف الابد؟ قالت بل الشرف. قال فأبشري بولد يملك الدنيا شرقا وغربا ويملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني المهدي، كما ملئ ظلما وجورا. قالت من؟ ممن؟ منين يجيني هذا الولد؟ قال ممن خطبك رسول الله، عارف بالمنام اللي جاها. قال وهل تعرفينه؟ قالت وهل خلت ليلة لم يزرني فيها؟ كل يوم عندي، كل ليلة عندي العسكري منذ أسلمت على يد سيدة النساء. فقال يا كافور ادعو أختي حكيمة، يعني لما رجع الآن. فلما دخلت قال لها ها هي، فاعتنقتها طويلا، أي حكيمة اعتنقت نرجس، عفوا مليكة، عفوا سوسن صيقل حكيمة، بعد ذكروا ما اسماؤها، مريم، ما هذا، جاءت تتعلق تقبل حكيمة. قال وسرت بها. فقال لها أبو الحسن عليه السلام يا بنت رسول الله، يعني حكيمة، خذيها إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم. والله الذي لا إله إلا هو، إني أحاول أن أتصور أن أنا الآن جالس في حسينية وأحدث بهذا، ولما أصل إلى هذه النقطة فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم، أسمع الناس كلها اللهم صل على محمد وآل محمد. والله كأن العقول قد حجر عليها وختم عليها. أبدا، كيف تصدق هذه الأشياء؟ لا أدري. هذا طبعا، هذه القصة ذكرها صاحب كمال الدين الصدوق، صفحة 419، وروضة الواعظين صفحة 252 و200، ودلائل الإمام للطبري الشيعي صفحة 90 و400، والطوسي في الغيبة صفحة 208، مدينة المعاجز البحراني الجزء السابع صفحة 13 و500، بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 6، أعيان الشيعة الأرميني للأميني الجزء الثاني صفحة 45، إلزام الناصب الحائري الجزء الأول صفحة 82 و200، إحقاق شرح إحقاق الحق للمرعشي جزء 29 صفحة 71. ما هذا؟ هذه عقول؟ هؤلاء علماؤكم؟ هذا دينكم؟ ما أقول إلا الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة السنة. والله الذي لا إله إلا هو، كما قال عمر رضي الله عنه، لا يعرف الإسلام إلا من عاش في الجاهلية، لا يعرف السنة إلا من كان شيعيا ثم هداه الله تبارك وتعالى إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار،
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستلقى